Vous êtes ambitieux, vous méritez le meilleur. الشريك تقول المشروع أريد تصندق وتحط على ذمتك لنوفو باك 4G Box Pro يوصلوا حتى ل 100 جيجا. اختار الباك اللي يناسب لي بيزوان تاعك وتمتع بلي سيرفيس ويب هوستينغ اوفيس 365 en avantage. وكان بقى لك فوليوم في الفورفي يزيد لك في الشهر الجاي. Pour plus d'informations, visitez la boutique Ouridou la plus proche ou contactez votre chargé de compte. Ouridou Business. Fair play. رجعنا من جديد في Fair Play نحكيه على نادي صفاقسي. تواصل الأحداث في نادي صفاقسي في انتظار الجديد في الفريق. التفاصيل حول المدرب الجديد ونوصلت الأمور باش ناخذوا تفاصيل الكل من عند مراسلنا في صفاقس كالعادة فاضل بوجناح عنده الأخبار الكل بخصوص الأحداث في السي اس اس. فاضل أهلا بك. مرحبا بك إسلام. مرحبا بالسادة المستمعين. دونك كيما كنت تسمع فاضل حابين نعرف وين وصل موضوع مدرب جديد ابارمون فما جديد اليوم. بون اسلام الناس الكل كانت معناها كانت تعتقد انه الاتجاه نتاع اداره النادي راضي الصفاقسي كان معناها نحو التعاقد مع المدرب الصربي ديجان ارسوف. المدرب هذا هو المدرب السابق للفريق اهلي بنغازي الليبي كما قلنا الناس الكل اللي كان استقال من تدريب الفريق الليبي ومعناه خليه تقريبا في البريمير بلاس معناه كما حكينا المرة الفايتة. دونك المدرب هذا رجع لصربيا لكن يبدو اسلام انه ثم اسم جديد تخلى الخط. الاسم هذا هو المدرب الحالي اللي كان لعب نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية مع فريق شبيب الاقبال الجزائري اللي هو الفرنساوي دينيس لافاني. دونك كما قلت لك معناها النية تبدو انها يمكن متاع تعاقد متاع الادارة بعد شوي على ارسوف وقربة اكثر من دينيس لافاني. معناها تقريبا الهيئة المديرة قاعدة في اتصالات متقدمة مع المدرب هذايا. القطيعة معناها بون ما نقولوش قطيعة احنا استبعاد المدرب الصربي اسلام يعود لبعض العوامل. معناها المدرب هذايا عنده زوجته معناها مريضة ومعناها وهو معناها كان عبر الرغبة متاعه انه يبقى في جانبها في الفترة هذية. هذا من شيرة ثم شكون حتى حكى على يمكن المشكلة التواصل اللغوي لكن ما نعتقدش انه هذا هو السبب الحقيقي. الا كما قلت لك هذايا عنده ظروف عائلية خاصة المدرب ديجان ارسوف هيك علاش معناها النية نتاع الإطار معناها التسيير النادي الصفاقسي متجه انه التعاقد مع المدرب دينيس لافاني اكثر من ارسوف. نعرفوا الناس الكل انه النادي الصفاقسي بيانتو باش يبدا في التحضير نتاعو. الهيئة المديرة النية نتاعها انها تخلي المدرب قدام مسؤولياته كيفاش انه هو وقت اللي يجي باش يباشر مع الفريق هو اللي باش معناها يشوف شنو هي الحاجيات مع معناها نتاعو في الفريق شنو هي المراكز اللي يحب يدعمها الفريق. هيك علاش حتى الامور نتاع الانتدابات اسلام قاعده تو ستاند باي. معناها الهيئة المديرة ماهيش قاعده تقوم مساحه حثيثة في رغم وجود بعض الاسماء حكينا عليها في السابق لكن قاعدين ستاند باي يستناو في المدرب الجديد. المدرب هذا هو اللي باش يعمل برنامج نتاع التحضيرات والمدرب هذا هو اللي باش يكون معناها المشرف الاول على عمليه الانتدابات رغم كما قلت لك بعض الاتصالات اللي التو مرتقات لدرجه الانتدابات. حاليا النادي الصفاقسي معناها اللي قاعد يحضر في البرنامج هو المدير الرياضي الجديد وهو معناها غازي الغرايري. غازي الغرايري اتصل معناها هو اللي قاعد معناها لاهي بالاتصالات. اتصل بعض المدربين ومن جملتهم ديليس لافاني كذلك اتصل بالمساعدين. واليوم تقريبا معناها 6 نتاع العشيه يمكن ثم ريونيون تكنيك تجمع معناها المدربين اللي كانت تحدث معهم السيد غازي الغرايري نجم نعطيك الاسامي مدرب فريق النخبه سليم الشريف كذلك المعد البدني الثاني في فريق النادي الصفاقسي اللي هو محمد هو الدكتور محمد امين بوزيد والنجم نقول لك معهم هيكل المامدية. هذوما باش يقعدوا مع بعضهم اليوم وعندهم ريونيون تكنيك باش يحضروا فيها الخطوات الاولى نتاع العوده نتاع فريق النادي الصفاقسي للتدريبات في انتظار معرفه هويه المدرب الجديد اسلام. كما قلت لك اللاعبين تقريبا اللي باش يبداوا على ذمه المجموعه على ذمه الاطار الفني حاليا هذا المساعد معناها تتكون من اللاعبين الشبان واللاعبين نتاع الفريق الاكابر اللي مازالوا في كونترا تقريبا معناها برشا لاعبيه غادره اسلام. عرفوا ثم الثنائي النيجيري سوكاري ايدو نعرفوا حسام بن علي غادر نعرفوا محمد علي جويني غادر كذلك محمد علي منصر معناها منتظر انه غادر. سمعنا عنده بعض العروض من فرق في الخليج. دونك كما قلت لك معناها بقيه اللاعبين باش يكونوا تحت ذمه الاطار معناها الفني هذا جديد في العوده تقريبا معناها خلال الاسبوع هذا في العوده للتدريبات اسلام. نذكر لافاني كنت عنده تجربه في تونس مع النجم الساحلي ايفن فاضل
باهي نجم نقولوا تحاسبت مهمة مدرب جديد بين زوز اسامي هذو من لافاني والسربي. حاليا اسلام نجم ناكد لك اللي هذوما زوز مدربين الوحيدين اللي وقع الاتفاق بهم من طرف الهيئه المديره. الاتفاق الاول جماعة وكان الاتفاق حاصل مع المدرب الصربي ارفوف، لكن تعكر الوضعيه الصحيه نتاع الزوجه نتاعو هي اللي نجم نقولوا معناها قلبت شويه المعطيات. حاليا معناها الكفه ترجح لدينيس لافاني اكثر، لكن نعرفوا انه ديما معناها لي ديتاي فون لا ديفيرونس اسلام، معناها تقريبا معناها نجم يطلع لك ديتاي واحد اخر ينجم يحول الوجه. لكن حاليا اللي معناها عرفناه من الهيئه المديره انه معناها دينيس لافاني نجم يكون هو الاقرب لتدريب الفريق اكثر من ارسوف اسلام. ونعرف الناس كل كما قلت انت انه دينيس لافاني بالفعل سبق انه لعب في تونس مع فريق النجم الساحلي، دونك يعرف جيدا البطوله التونسيه. ونزيدك زياده انه دينيس لافاني كان لعب في صفاقس معناها المده فاتت قبل شهرين تقريبا مع فريق شبيبه القبائل الجزائري، ويعرف الملاعبيه نتاع نادي الصفاقس ويعرف الجو نتاع الطيب المهيري. وكما قلت لك معناها دينيس لافاني كان ديرنييرمون او يوم السبت بالتحديد لعب نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه اللي كان خسره ضد المدرب التونسي المدرب لفعت جرده اسلام. ولو نفتحوا قوسين احنا المدرب لفعت جرده كان عمل بوز كبيره برشا بعد النهائي، نعرفوا الناس كل انه تعاطف مع فحو في جزائري رغم اللي هو يدرب في فريق الوداد المغربي. والحركه اللي قام بها لفعت جرده خذات معناها صدى كبير وكبير جدا في المغرب وخذات في الجزائر، والناس كل كانوا تحسنوا اللي قام به لفعت جرده اسلام. باهي فاضل. غازي غراي قاعد يتفاوض تو مثل ما اكدت، وايضا حتى هو اكد لي في اتصال هاتفي في الجمعه النيابيه اكد انه قاعد يتفاوض مع بعض المدربين، لكن لحد الان ما تمش الاعلان على تعيين غازي الغراري. علاش هذا فاضل؟ لا الناس كل اسلام غازي الغرايري مش في حاجه للعقد معناها باش يقع معناها كما المدرب معناها باش يقع الاعلان عليه. الناس كلها هنا في ساقف تعرف انه غازي الغرايري هو اللي رجع باش يمسك معناها مقاليد الامور الفنيه في النادي الساقفي كمدير فني. غازي الغرايري هو اللي معناها اللي باش يكون المشرف على المدرب الجديد، وهو اللي باش يكون المسؤول تقريب الاول على فرع كره القدم في النادي الساقفي. وكانت حتى خرجت تحدثت وسائل الاعلام، الاعلان الرسمي معناها كما قلت لك ماهوش في كونترا هو ولا ما ينتميش حتى للهيئه المديره غازي الغرايري، دونك وقع تعيينه كمشرف عام كمدير فني. دونك كما قلت لك هيك علاش يمكن ما وقعش الاعلان عليه في الصفحه الرسميه الاكثر لا اقل اسلام. اي بون حتى مش مشكل، المهم نورمالمون يتم الاعلان عن تعيينه. على كل ما تخافش فاضل، ما يعرفش ولا حبيت السياسي يخافوا من وقت تعيين مدرب جديد. مالي انت قلت موضوع الانتدابات مربوط بمدرب جديد، ما تخافش وقتها يولي السوق فارغ ما عادش فما حد شيء؟ لا اسلام توا حاليا مش السوق فارغ، لكن توا نعرفوا الناس كله انه في تونس ثمانيه متجهه نحو تاخير العوده نتاع النشاط الكروي في تونس. معناها البطوله تقريبا ثم شبه اجماع انها باش توخر، معناها من منتظر كانت باش تبدا يوم 22 اوت، لكن في ظل الوضع الصحي الراهن في البلاد اسلام معناها تقريبا يمكن العديد من الانديه باش تبدا مؤخر التحذيرات نتاعها. دونك كما قلت لك النادي الصافي معناها مازال عنده الوقت، خاصه اذا كان وقع تاكيد معناها تاخير انطلاق البطوله، مازال عنده الوقت ان يقوم ببعض الانتدابات. ومازال ثم حتى معناها المشاورات مع وحتى الاتصالات مع العديد من الملاعبيه البرة من تونس، واذا كان الملاعب يكون فيرمي 100% معناها تنجم حتى الهيئه المديره تتحرك ومعناها وتقوم بالعمليه الانتداب نتاعو. لكن الاختيار الافضل بالنسبه ليهم هو قدوم مدرب جديد، باش المدرب الجديد هذا هو اللي يتحمل المسؤوليه نتاعو في عمليه التعاقد اسلام. فاضل تنجم تخرج المدرب الجديد بين زوز اسامي هذم ولا سعيد حصلت نقول رسميا بين هذم الزوز وكل شيء ممكن؟ كل شيء ممكن اسلام. احنا وقت اللي كان تذكر وقت اللي تحدثنا خلال الاسبوع الفارط قلنا انه النيه متجهه نحو تعيين ديجان ارسوف، لكن ظهرت بعض المعطيات اللي غيرت الوجهه نتاع النادي الصفاقسي واصبح معناها يمكن نجم نقولوا اقرب التعاقد مع دينيس لافاني من ارسوف. النجم معناها ثم معطيات نجم انت التعاقدات هذه ما سهله اسلام، نجم معناها يظهر معناها نوتر ديتاي ينجم يحول وجهه الفريق معناها نحو التعاقد مع مدرب واحد اخر. نذكر لافاني مازال عقده متواصل مع شبيبه القبائل، مازال عنده عقد سو كونترا، لازم يفض وضعيته قبل مع فريقه اذا كان يحب يجي للسياسات.
بالفعل اسلام هو دينيس لافاني مازال في كونترا مع فريق شبيبة القبائل، لكن هو عم عبرش معنا عبر على الترحاب نتاعو باش يدرب فريق كبير في حجم النادي الصفاقسي. نعرفوا النادي الصفاقسي اللي هو فريق كبير خاصه على الصعيد الافريقي، وهو الفريق اللي صاحب معناها الرقم القياسي في التتويج بكاس الكونفدراليه الافريقيه اللي كان لعب الفينال نتاعها يوم السبت دينيس لافاني. دونك كما قلت لك الاستعداد المشيره نتاع المدرب موجود في انتظار ما معناها ما سيحدث خلال الايام القادمه اسلام. عندك فكره وقتاش تحسم الامور مازال مش واضح؟ الاتصالات مازالت اسلام مش واضحه، لكن الاتصالات قاعده جاريه بين الزوز اطراف. جمعه 10 ايام ماكس ما تنجم تكون جمعه كاكا اسلام، واذا كان ما حصلش اي معناها طارئ في ال في في الاتصالات فهمني، قنوات الاتصال مازالت مفتوحه ولو بنسبه ضعيفه مع مدرب ارسوف، لكن توا حاليا كما قلت لك النيه الكبيره متجهه نحو تعيين دينيس لافاني في انتظار ما ستبوح به الايام الجايه اسلام. يعطيك الصحه، شكرا لك فاضل بوجناح مراسلنا في صفاقس على كل هذه التفاصيل. دونك هذا كان فاضل حكى على موضوع المدرب الجديد. احبائي السياسيين سبقوا معنا، بعد شويه باش يكون معنا ايضا وسيم معلل المعدل البدني في السي اس اس، ايضا مساعد المدرب السابق في الفريق، نشوفوا شنو وضعيته مع السي اس اس، هل سيواصل خلال الموسم القادم ام لا. برشا كلام باش نحكيو بعد شويه مع وسيم معلل.